النساء الأمنيات نساء ناجحات على المستوى المهني وناجحات على المستوى الشخصي، عنا عائلاتنا، عنا معناتها أزواجنا والرجال زوجاتهم، ومعناتها وعايشين في استقرار عائلي معناتها بالإضافة للاستقرار المهني. أميمة عباس، نقيب بسلك الأمن الوطني، رئيس مصلحة بالإدارة العامة للتكوين، متحصلة على ماجستير بحث في القانون العقاري وخريجة المدرسة الوطنية بسالامبو لمدة عامين تدريب. الحقيقة دخلت للأمن برغبة من الوالد، لأنها تصادفت اجتيازي لمناظرة الأمن باجتيازي لمناظرة ملحق قضاء، ونجحت فيه مزوز وتزامن الشفاهي مع آخر لجنة في الأمن، وكان بإصرار منه يحبني أنا نكون أمنية ويحب يرى نجوم، وكان معناتها من الطموح والأحلام متاعو. فالحقيقة استجبت لرغبة الوالد والتحقت بسلك الأمن، وأنا اليوم فرحانة برشا لأنا ننتمي للسلك هذا. عدينا عامين تدريب كيفنا كيف الأولاد، معناها تدريب سلاح، رياضة معناتها حتى حادة فيها برشا خدمة، معناها توج العامين هذوما بنجاحي الحقيقة. وفي الدورة متاعنا كنت رتبتي الأولى على الدورة، معناتها بعزيمة مني أنا وإصرار أني ننجح في السلك هذا. تم تأطيري وقمت بتربصات في مرحلة معناتها مبكرة في تكوين مختص في عدة مجالات، مسرح جريمة، عنف ضد المرأة، تقييم المتابعة، معناتها ذو مستوى عالي جداً الحقيقة. وتكويني الأمني ساعدني برشا معناتها باش نكون بعد مكونة في المجال، في المجالات اللي ذكرتها. كي نحكيو اليوم على أمنية ولا أمني، نحكيو على أشخاص ذوي معناتها كفاءة عالية ومستوى تعليمي عالي، معناتها نلقاو حتى شكون اجتاز معناتها الدكتوراه وماجستير ومعناتها وخريجي جامعات. والحقيقة ما عادش كي نقولوا طموحنا واحنا صغار، كي تقول طبيب ومحامي وقاضي، حتى الأمن زاد راهو مهنة طيبة برشا، وتخليك في علاقة مع المواطن، تخليك تعرف شنو معناها تطبيق القانون، تعرف شنو المساواة العدل معناتها، وتربينا على برشا قيم معناتها اللي نجموا في مهن أخرى ما تصادفش إنك تتعامل برشا مع مواطنين، تعيش حياتك كاملة في إدارة. فالمؤسسة الأمنية الحقيقة فيها ياسر قرب من الطبقات الاجتماعية الكل.